الإنسان والعصفور، قصة طويلة تتوارثها الأساطير والوقائع من الماضي التالي إلى يومنا هذا، يصعب اختصارها في نوع معين من الطيور، لكن علاقة وطيدة تربط طائر الحسون أو المقنين التي سماها شيوخ ورواد الأغنية الشعبية الذين رحلوا أو الذين لا يزالون على قيد الحياة، من الباجي وابو جمع العنقيس وعمر الزاهي وصولا لنعيمة زيرية. الحسون الأوراسي أو الحسون الأوروبي أو مجرد الحسون في الخطاب العامي أو المقنين، هو طائر صغير من رتبة الجواثم وفصيلة الشرشوريات، يمتد موطن هذه الطيور من أوروبا الغربية وصولا إلى سيبيريا الوسطى ومن شمال أفريقيا حتى آسيا الغربية والوسطى. كذلك فقد أدخلت إلى الكثير من بلدان العالم عن قصد أو بطريق الخطأ عندما أحضرت لغرض تجارة طيور الأقفاص، ومن تلك البلدان أستراليا ونيوزيلندا وعددا من جزر الأوقيانوسية ودول أمريكا الجنوبية. غذاؤها الرئيسي يتكون من بذور النباتات المعمرة والأشواك البرية وبعض ثمار الأشجار، تشاهد أسرابها كثيرا وهي تنتقل على امتداد جوانب الطرق من بقعة من النباتات الشوكية إلى أخرى. للحسون الأوراسي ريش براق ممتع للنظر وتغريد زقزقي، عذب رخيم جعله هدفا في معظم أرجاء موطنه لأشراك تجارة طيور الأقفاص. المقنين المسكين راه في الانقراض، مسكين لأن انقراض، وهذا من طرف الإنسان، والإنسان علاه نصيبه في المناطق الشمالية بالأخص، علاه المقنين واش يحب الطبيعة نظيفة، يحب العناصر هذاك الماء لأنها باش ينظف روحه باش يشرب، وين كاين الماء كاين الحياة. والمقنين علاه ليها في الانقراض، على بالك الصيد تاعو رانا نشوف نلاحظوا في شمال الجزائر من عندنا باحت الوهران مون بالعاصمة، الأسواق كهمام الأسواق. الحسون عبر الفن الأديان والتاريخ. كان ينظر إلى الحساسين الأوراسية على أنها رمز من رموز الصبر والتحمل والخصوبة والمثابرة، كما أن شغفها ببروز الأشواك البرية جعل منها رمزا من رموز المسيحية في بعض البلدان الأوروبية، نظرا لأن تلك الأشواك صنع منها الإكليل الذي وضع على رأس يرسمه أتباع النصارى الذين يصورون عيسى عليه السلام عندما كان أسيرا يعذب عند الرومان وفق المعتقد المسيحي. كما كان صبر الحساسين على الوقوف على سوق الأشواك يعكس صبر السيد المسيح على الآلام جراء الإكليل. رسم الفنان الإيطالي والعالمي رافائيل بريشاته صورا للحسون العائدة لعصر النهضة الأوروبية، وفيها يظهر طفل يقدم حسونا إلى عيسى عليه السلام محذرا إياه مما سيأتي به المستقبل. كذلك يظهر السيد المسيح عليه السلام حسب الرواية النصرانية في لوحة للرسام سيما دا كونكليانو تحمل عنوان العذراء والطفل وهو يحمل حسونا في يده. قام الموسيقار الإيطالي أنطونيو فيفالدي بتأليف معزوفة موسيقية تؤدى بواسطة المزمار تحمل عنوان الجاردلينو، وفيها يحاول العازف تقليد تغريد الحسون بواسطة مزماره. I stood tiptoe upon a little hill. The air was cooling and so very still. ذكر الشاعر الإنجليزي جون كيتس الحسون في قصيدته العائدة لسنة 1816 حاملة عنوان وقفت على طرف إصبعي فوق تلة صغيرة، فقال أنه يمثل إحدى الكماليات الكثيرة التي تبهج الناظر والمتكلم على حد سواء، نظرا لنزوته الوحشية ورفرفاته الصفراء.
Sweetly they slept on the blue fields of heaven, and then there crept a noiseless noise among the leaves. وفي سنة 2013 فازت رواية الحسون بالإنجليزية The Goldfinch للكاتبة الأمريكية دونا تارت بجائزة بوليتز عن فئة الأعمال الخيالية. وتأتي نقطة التحول في هذه القصة عندما يرى الراوي ثيو لوحة والدته المفضلة حاملة عنوان الحسون، وهي من أعمال الرسام الهولندي كارل فابريتيوس. يتراوح حجم الحسون الأوراسي بين 12 و 13 سنتيمتراً، ويتراوح باع جناحيه بين 21 و 25 سنتيمتراً، ووزنه بين 14 و 19 غرام. الحسون الأوراسي طائر بهي جذاب، يتمتع بوجه أحمر فاتح ورأس أسود في أعلاه ووجنتين بيضاء وجناحين أسودين، ويتخلل كل منهما شريط أصفر مذهب. من سماته الجسدية أيضاً منقاره الطويل الحاد عاجي اللون الذي يسمح للطائر باستخراج بذور الشوك دون أن يصاب بجروح. يتشابه الذكر والأنثى بشكل كبير، وبالكاد يمكن التفريق بينهما، إلا أن المدقق عن قرب يمكنه ملاحظة قصر منقار الأنثى بعض شيء عن منقار الذكر، كما أن قناع الذكر الأحمر يمتد خلف العينين، أما الإناث فقناعها بالكاد يصل قرب عينيها. الذيل متشعب، وتتمتع الحساسين المفرخة بمناقير بيضاء ذات أطراف ضاربة إلى الرمادي أو مسودة. الفراخ أليافة عديمة الإحمرار على وجهها وظهرها، يميل أن يكون رمادياً أكثر من ظهور البوالغ، لكن يسهل تمييزها بواسطة الشريط الأصفر المذهب على جناحيها. تفتقد الطيور المنتمية لزمرة آسيا الوسطى للباحة السوداء على رؤوسها وللوجنات البيضاء التي تتمتع بها الطيور الأوروبية والأسيوية الغربية، وتستعيض عنها بباحات رمادية صرف. الحسون في الجزائر. من خلال هذه الجولة إلى سوق الحراش أو سوق المقانن جمع مقنين، هنا حيث يباع الطائر الأول صديق الجزائري في بيته. حاول المقنين هاو 300 و500، والمقنين ما تقولش ما كاش في الجزائر، المقنين كاين في الجزائر وشنو كاين بلاص ما جيت تصيد فيهم. جيت باليسترو، جيت عند دفلة كاين الزوج، جيت تيزي وزو، بصح كاين بلاص ما جيت تدخلهم وعلين. وزوج على بالك على مقرب منا، الزوج كثر البنيان في الجزائر، فهمت؟ البليال والنار كثر في الجزائر، زوج نقد راح، زوج واش يتبع؟ زوج يتبع الماكلة، وتبع الويدان، وتبع الصافة الكبيرة، وتبع الكان. كاين ماكلة بزاف اللي يحبها المقنين، كاين هذي الفندوغرا، كاين زريعة السقوق، وهذي كاين الجرانديجان، هذي تاع ليجان، كيكون المقنين جديد غير ما شريته ولا تعطيلو هذي تساعدو، طرية. هاك فاهم المقنين يعلمك الصبر. هذا واش نقدر نقول لك، المياه الحيويه اسمها بي واتر، هي معروفه في اليابان يعيطوا لها المياه اليابان. الماء الحيوي هذا كل كائن حي سواء انسان ولا حيوان ولا نبات، كي يشرب الماء يعاودوا الاعضاء تاعو الداخل يعاودوا يفلتريوه، سواء شجره ولا حيوان ولا يفلتريوه، يعطي له الماء اللي داخل الكور تاعو. هذاك هو الماء الحيوي، يشبه المياه الموجوده داخل جسم الكائن الحي، يقوي له جهاز المناعه في وقت سقاط، كيكون في وقت سقاط كيكون في وقت يكوبلي في الاخر، في بزاف صوالح. المقنين معروف من البكري، تما حنا لا ماجوريتي ولاد العاصمه هنا كاع يربوا المقنن، سورتو لي كارتي بوبيلار. وكيما راك تشوف هكذايا كاين دوك في المقنن، كاين فيهم تما المقنن هادو، كاين طروا راس، كاين عندنا حنا اللي معروف هنا بالسوق، في السوق بزاف كاين تيت نوار هدايا، تما الناس قاع تعشق فيه، تما تحب تربيه بزاف باسكو فيه بزاف كلام. ولا ماجوريتي هنا لي زونسيا، حنا تبعنا لي زونسيا باسكو لي زونسيا يحبوا يربوا كاع تما لا راس هذه تيت نوار هدايا. تما الزوج ما كاش في الجزائر، نقارض كاع نقارض ما كاش. حنا ولاد الله هنا شغل ولينا نتوحشوا نشوفوا لا بروف الحق الوقت وين ولات لا فمال. كنت تدخل دوك للسوق تشوف تكذب لا فمال ولا تتباع.
بكري لا في مال ما تبيعش لا في مال يا خو. شغل كي تشوف المقنين هكذا دوك نقدر نقول لك هابي فري، كيفاش نعرفوا باللي ماشي تاع الجزائر في الشون؟ الشون يختلف. ومادا بيا نزيد نقولها ونعاودها يا خو، كادي كلمه حبيت نبازي عليها، هذه العبشة تاع لي في مال يامي يبيعوا فيها لهنا يا خو، والله غير حرام عليهم يا خو. احنا بكري والله غير لي في مال نطقوهم، ما نكذبش عليك، انا واحد من الناس، انا كنت كون عندي في مال نطلقها يا خو. باسكو علاش دوك كي تقبض يرحم الله في مال ولات غاليه، ولات غاليه على المقنين يا خو. الصوالح ما يحبهمش كما نقولوا المولى، كيكون داير كاسكيطه هكذا بار اكزومبل، كاسكيطه ما يحبهاش، بارابلي ما يحبوش، والقط نشوف القط هذاك شو ما يحبش. تحظى الحساسين الأوراسية في الجزائر بحماية الأمر الرئاسي رقم 5-6 المؤرخ في 15 يونيو 2006، الذي يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 200,000 دينار إلى 500,000 دينار كل من خالف المادة الرابعة التي تمنع صيد الحيوانات المهددة بالانقراض بأي وسيلة. ولما كان الحسون الأوراسي يدخل ضمن هذه الفئة في الجزائر فإن الحماية تشمله، غير أن هذا قل ما يطبق على أرض الواقع، فالصيد العشوائي لهذه الطيور لم يتوقف، واستمر بيعها في الأسواق ومحلات بيع العصافير وفي الشوارع دون أي رقابة أو رادع، كما استمرت عملية تهريبه خارج الحدود الجزائرية إلى البلدان المغاربية نظراً لما يدره من أرباح كبيرة. وقد كشف رئيس جمعية ترقية تربية الطيور بالجزائر العاصمة عن الإبادة الحقيقية التي يتعرض إليها هذا الطائر الذي يزيد سعره عن 10,000 دينار للطائر الواحد، مشيراً إلى أنه بات من النادر مشاهدته في الطبيعة بعد أن اختفى بأغلب المناطق الجزائرية. وفي المغرب تأسست جمعية مربية طيور المغردة بطنجة سنة 2005 بهدف التعريف بثقافة الحسون الأوراسي وهجينه والتحسيس بطرق تربيته والتعريف بعوامل انقراضه المحلي والتوعية بأهمية حمايته من الانقراض. وتشير هذه الجمعية إلى أن الحساسين المغربية البلدية تراجعت أعدادها بسبب اصطيادها بكيفية عشوائية ورهيبة من أجل تهريبها بالجملة إلى الجزائر وتونس، حيث يتم بيعها بأثمان خيالية، فيمنح ثمن 40 درهما لكل طير في الميدان ومئة درهم عن نقطة العبور، ويصل ثمنه في تونس والجزائر إلى 600 درهما للطير الواحد. الدولة دارت قانون باش تحمي هذا الطير هذا، لأن الطير هذا راه في الانقراض، الانقراض عليه عاد رجع بوكو بليس كوميرسيال، ماهوش محبة. الناس كانت تربي القمقنين باش تسمع هذيك الرنه تاعو كيفاش. ودرك بكري كنا نصيدوا المقنين، انا ما صيدتوش نقول لكم الصح، نحبه وما صيدتوش وعمري ما ربيته. انا نحب نشوفه في الطبيعه، نحب نشوفه حر كيما انا نحب روحي حر، نحبه هو يكون حر ان شاء الله. الور الناس كيفاش راهم يصيدوا بكري كنا نصيدوا بلا قري نحوا هذاك الشوك هذاك هذيك يديروها في واحد الشطبه هكذا ويروحوا ضارب يجيبوا مقنين واحد اخر باش يرماشي باش يحبط لهم المقانن وبحد يحكموا واحد ولا زوج ويستقنعوا به ويسيروا يربيوه مع دي كوبليوه باش يخرجوا لي ميولي ودعوا. هذه هي مي درك لحقنا وقت وين درك عاد الصياده لانها عاد كوميرسيال كيفاش يعملوا يصيدوا بالفيليات عباك لي فيلي كيف يديروا دو تيرسولت باش يربطوا كاع المقنن يروحوا للفيلي وما عادين يقبضوا. بعد بكري كانت لا فيمالي يطلقوها لا ريبرودكسيون دونك يدو ميم لا فيمالي يدوها الله يحب يقول كيدو لا فيمالي با دو ريبرودكسيون تاع هذا الطير هذا اللي راه في الانقراض. الو كذلك نقول لك صح كان كملوا في هذه الطريقه مع هذه الاراضي الفلاحيه وهذه الغابات اللي تحرق كل سنه مع الحرائق الغابات وكاع نظن المقنين راه في الانقراض. المكان اللي رانا فيه هذا المكان اللي رانا فيه في حيطره كانت كاع الشجر تينا، كانت الشجر تاع المشيمشا، كانت العينه، كان يرعى في هذه الاماكن وكانت العناصر دوك تبيطونات كاع.
من سوق الحراش إلى بلدية دراريا. هنا نستفيد من خبرة كمال بائع الطيور والأسماك وأغذيتها. طائر الحسون مما معروف عند الجزائريين باللي الطائر المدلل، هو من الطيور اللي يحبوها الجزائريين بزاف، الشعب الجزائري المغروم بها. التربيه تاعو سهله، سما وفق الشهور اللي تتبعها من عند البائع، ولا لا كنت ذو خبره كان عندك في الميدان تاع تربيه العصافير، سما سهله التربيه تاعو. المقنين لازم تخليه فين ونظر واكال، ما تهاوشوش بزاف، سما باش ما يمرضلكش. كوروندر برا بزاف، السمج بزاف ماشي مليح عليه. كوروندر الماكله تكون ذو نوعيه جيده، الماء كيف تغير كل 24 ساعه من المستحسن، تنظيف القفص من الفضلات، بعض الفيتامينات نمدوا له بعض الفيتامينات، تنظيف القفص من القمله تاعهم وما اشبه في ذلك. في الجزائر بقى نسبه قليله وضائله جدا بالنسبه راهم راه كان في الانقراض. في الوقت الحالي راه يتم الاستيراد تاعو او التهريب تاعو من المغرب، على ذلك فراه في النسبه قليله وضائله جدا. وعلاش موجود هنا؟ بالنسبه للمرحله اللي فاتت بها البلاد من سنوات، الغابات تحرقوا فيها بزاف امور، على ذلك راه انقرض بدرجه كبيره. طريقه الصيد هم يصيدوا بالشباك اللي تحكم نسبه كبيره، يحكموا بالذكور بالاناث بفروخة صغار كلش، يسمى ما يخيرش، يسمى ما من الله في مال ويحكموها. كون جاو يحكموا يطقوا لي في مال زعما يكاردي المال، ولا فيها أمل كبير تقدر تعاود دير ان تري الفاج واحده اخرى. وفي الصدد هذا كون جاو على الاقل يديروا توقف الصيد مد على الاقل في مده 5 سنوات، تقدر تعاود دير يعاود يولي المقنين تاع البلاد وتما ترجع الحيويه تاعهم من دار وجديد. تسمى راك في الانقراض كاع. اللي نعرفها الان يا كاين الحسون تاع بلادنا هذا، كاين الحسون المعروف تاع الهيمالايا اللي يستوردوه من ايران، اللي تجي التقيه تاعو السوداء تجي رماديه. كاين الحسون الامريكي، كاين بزاف انواع تاع الحسون، وهي من المستحسن كما هنا في الشعب الجزائري تاعنا يحبوا الاحسن حسون هنا تاع الجزائر تاعنا تاع جهه الشرق تاع سوقها راس عنابه قسنطينه، هذو المفضل عند لي زالجيري. اللي جينا المكان يحوس اقفص جديده تكون ذو نوعيه جميله، الفيتامينات، بعض الحساسين تكون مريضه يجي يطلب منها ادويه فيما يخص الامراض تاعها. الفونتروج راهم فابلي ضربوا له الريح، تسمى نعطوا له ادويه تسمى مخصصه في الشان هذا. كاين ادويه نخصو، كاين كتب في الامر هذا تاع الحساسين، تسمى اللي ناقص له خبره تسمى يقدر يطالع الكتب هذه باش ما تكون عنده معلومات وفيره في الشان تاع تربيه الحسون. كاين البراق الصافيه وكاين الميلونج فيه بليزيور غرام، تسمى مخلط، كاين خطرك في الطبيعه ماهوش حيلقى البراقه صافي، تلقى ميلونج مخلط، زريعه الكتان، زريعه الشوك، كيما نقولوا ميلونج مختلف لي غرام، ميلونج مخلط فيه لي غرام بزاف، هذه هي النوعيه تاعو. التغريد عند طائر الحسون له تغريد زغزقي عذب رخيم، تختلف حدته ونمطه باختلاف سن الطائر. وزقزقة هذه الحساسين سريعة اللحن، يلقيها الطائر أثناء تحريك رأسه يمينا ويسارا، وكثيرا ما يسبقها بعض السقسقة، ثم تليها زغردات متعددة تتعالى وتزداد وتيرتها شيئا فشيئا. التحشيش. عش الحسون الأوراسي يضم فقسة من 6 بيضات، تقوم الأنثى والذكر بزيارة عدة مواقع تحشيش محتملة وتختار الأفضل بينها، ثم تبدأ ببناء العش. وتفضل الحساسين الأوراسي الأماكن المرتفعة،
ذات الغطاء النباتي الملائم لحجبها عن عيون الظواري والكاشفة للمنطقة أمامها. تضع الأنثى بيوضها بشكل يومي غالبا خلال فترات الصباح الباكر، وكثيرا ما لا يكون العش جاهزا حين تضع الأنثى بيضتها الأولى. تتألف الفقسة من 5 بيوض في العادة، وفي حالات نادرة قد تتألف من 4 أو 6 بيوض. تتخذ البيوض لونا مبيضا تقريبا، وتظهر عليها بضعة رقش حمراء وسوداء، وفي أحيان نادرة تأتي البيوض ناصعة البياض. ما إن تضع الأنثى بيضتها الثالثة حتى تبدأ بالرخم عليها وحدها، وتستمر فترة الحضن ما بين 12 و 14 يوما، يتولى الذكر خلالها إطعام أنثاه. أنواع الحسون. تفيد مؤسسة نظام المعلومات التصنيفية بوجود عدد كبير لأنواع الحسون في العالم، نذكر من بينها: النويعة الشوكية تعرف باسم حسون الحدائق، وهي النويعة النمطية تقطن أوروبا الشمالية والوسطى والشرقية. النويعة الصغرى أصغر النويعات، أتكن لونا بعض الشيء من النويعة النمطية، تقطن أوروبا الجنوبية الغربية وشمال غرب إفريقيا. النويعة التوسكانية باحة رأسها بنية ضاربة إلى الرمادي كما النويعة النمطية، إلا أن بطنها ضارب للبني أكثر منها، تنتشر في كورسيكا وسيردينيا وصقلية. النويعة البريطانية كسوتها أكثر قتامة وريشها البني أقل احمرارا، الصدر والجانبان بنيان وبياض وجنتيها أقل نصعا، تستوطن بريطانيا وأيرلندا. النويعة البلقانية تعرف باسم الحسون الجبلي، أبهت لونا من النويعة التوسكانية، وقسمها العلوي ضارب إلى الرمادي، تستوطن شبه الجزيرة البلقانية وكريت. النويعة اللودونية القسم العلوي من جسدها بني ترابي قاتم، وكذلك جانبي صدرها، تستوطن شمال إيران وما وراء القوقاز، وكانت تضم سابقا النويعة. النويعة قصيرة المنقار، منقارها أقصر بعض الشيء من سائر النويعات، وريشها يميل لأن يكون أقل رمادية، تتمتع ببقعة بيضاء على عنقها، تستوطن القرم والقوقاز. النويعة الكبرى تعرف باسم حسون الغابات، أضخم النويعات بلا منازع وأطولها منقارا. الهجائن. اكتشف المربون البريطانيون خلال العصر الفيكتوري أن تهجين بعض أنواع الشراشير ينتج عنه طيور جميلة الشكل عذبة الصوت، وقد اختبر هؤلاء المربين تهجين الحسون بالأخص مع عدد من الأنواع القريبة، وفي مقدمتها الكنارات المستأنسة، فكانت النتيجة أن ولدت طيور بهية المنظر تجمع بين أجمل خصائص الكنار والحسون، وهي الشكل الخارجي والتغريد الرقراق، لكنها دائما ما تكون عقيمة. وقد انتقل تهجين الحساسين والكنارات من أوروبا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا، وما زال مستمرا حتى اليوم. والباجي قال يا المقنين الزين يا زرق الجنحين، هدي مدة وسنين وانت يا في قفز حزين، اشتكي للمولى هو اللي قادر، دعوته عنده مقبولة بصر وناظر. يا المقنين الزين يا المقنين الزين صفر الجنحين مر الخدين ياك حيل العينين، هذه مدة وسنين تفي قفص حزين تغني بصوت حنين، من يعرف ظلمات منين. يستمر طائر المقنين أو الحسون في الزقزقة مع استمرار الحياة ومع كل ما يمنحه له الإنسان في بيته، إلا أن هذا العصفور الأنيق يطوق دوما لأن يتركه البشر حرا طليقا، لأن الحرية لا تقاس بأي ثمن.